مرحبا برجدل، أهلا فيك. خلنا نشوف الغريب في الموضوع أو ما يميزكم أنتم في الموضوع، أن هذا الشخص في القراءات السابقة كانت حروف الأسامي للأشخاص تأتيني بالعربي، بس أنتم حروف اسم هذا الشخص قاعدة تأتيني بالإنجليزي. الحرف الأول كي بالعربي راح يكون حرف الكاف في اسمه، زين، أو حرف الخاء، والحرف الثاني هو حرف الدبليو بالعربي راح يكون حرف الواو. هذا راح يكون في اسمه من دلالات اسمه، انزين. بس يمكن ليش ان انتو بالذات يعني الحرف بالانجليزي، يمكن انه هو يكون اجنبي عنكم، او يمكن شخص من نفس ثقافتكم ولكن صار لفترة عايش في بلاد برا. برجه، على الاغلب هذا شخص راح تتفق معه 100% برج الدلو، راح ما تعاني من مشاكل معه، راح ينكسر معه نمط العلاقات المتعبة. وبقول لك ليش، لأنه هو أيضا يا إنه من برج الدلو يا إنه عنده شيء مهيمن في برج الدلو، فوايد سهل بالنسبة له إنه يفهم طبيعتكم، يمتزج مع طبيعتكم، يبني حياة مع طبيعتكم بدون ما ينتقدكم، بدون ما يصير حتى في اضطرابات ومشاكل، لأن عنده طاقة هني برج الدلو واضحة. ممكن يكون قوس، أسد، سرطان، أو شخص إذا مو برج الأساسي على الأقل بيكون في الطالع عنده أو في القمر. تاريخ الالتقاء، وقت الالتقاء متى راح يكون؟ برج الدلو، انتو في قراءاتكم السابقة صار لي فترة كل ما افتح كرتات حق برج الدلو خصوصا حق العاطفة دائما رقم 7 يتكرر، حتى لما افتح خيرة عن برج الدلو، لان في اشخاص يطلبون مني، اوكي، دائما حتى سبحان الله رقم السورة في القرآن يكون في 7، فهذا له رقم 7 بيكون لدلالة خاصة لحياتكم العاطفية ولنجاحكم في المستقبل برج الدلو. ولاحظوا انتو بينكم بين انفسكم، لاحظوا الارقام في الفترة القادمة اللي تمر عليكم، بتشوفون ان انتو تنتبهون من توصلون لرقم 7 او 3 7، وهذا لدلالة، ابحثوا عن الموضوع بتشوفون ان لدلالة. انزين، رقم 7 يتكلم وقت الالتقاء بيكون ممكن خلال 7 شهور، بعد 7 شهور، اوكي، ممكن خلال شهر 7، اذا مو هذا بيكون شهر 7 اللي بعده، او في اي شهر من الاشهر السنة يكون اليوم 7. هذه كلها احتمالات واردة. انزين، خلينا نشوف الحين كيفية اللقاء بينكم. احس هني الالتقاء بينكم، واحد منكم او اثنينكم تلتقون مو صدفة، ولكن تتقابل طرقكم، ولكن احس انتوا اللي برج الدلو اللي رايحين مكان معين، وهذا المكان بالنسبة لكم فقط محطة مؤقتة، مثل محطة الترانزيت. شفتوا الطيارة لما مثلا انتوا تكونون طالعين، خلينا نفرض من مطار معين الى مطار دولة ثانية، بس في نصف الطريق تتوقف الطيارة في دولة اخرى، كذي انت وضعك بيكون اما في وظيفة مؤقتة، اما في سفرة مؤقتة، اما في رحلة عمل مؤقتة، في شيء عندك مؤقت برج الدلو انت طالع منه لما تلتقي بهذا الشخص. اتوقع ان هذا الشخص بيكون عايش يعيش في هذه الدولة او هذا المكان اللي انت رايح له بشكل مؤقت، وهنا يصير الالتقاء، لانه هو في طاقته موجود في هذاك المكان بشكل دائم، عرفت؟ انت اللي رايح هناك ومو ناوي انك تبقى لفترة طويلة، ولكن هذا الكرت يقول لي كأنما تجري الرياح بما لا تشتهي السفن والحب يطرق بابك في وقت انت ابدا. اي احد، شوفوا كل الاشخاص اللي يقولون قصص حبهم او نجاحهم، تشوفونه حتى لو هو قاعد يحاول يسعى عليه بس كلش ما يتوقعه، عندهم طاقة عدم التمسك بالنتائج، عشان كذي فعلا يحصلون على النتائج. لازم تتمنى الشيء لدرجة معينة، بس مو لدرجة اللي تصير متعلق بالنتيجة، ميت على النتيجة، لازم تبي الشيء يصير، هذا في قانون الجذب.
أوقات لما تكون سبعة أنت مشغول يا برج الدلو غصبا عليك بدون حتى اختيارك أنت تكون مو مخطط للشيء في وقت أنت مو مخطط. أنت أنا عارف برج الدلو لما يكون شايل من باله فكرة معينة ما يحب أن أحد يغير مساره، لما هو يكون حاط في باله يروح مكان معين يسوي شيء معين ما يحب أن أحد يغير خطته، لازم خطته الأولية تمشي. وهذا اللي راح يصير، إنه في التقاء بهذا الشخص، التقاء عابر نعم، ولكن راح يغير مجرى حياتك. الرقم فيه 7، تاريخ الالتقاء. أوكي، ممكن أنت تكون رايح تزور مكان معين من أجل السياحة، من أجل الدين، عندك شيء ديني، رايح مكان معين من أجل دراسة، من أجل عمل بشكل مؤقت لك أنت برج الدلو، فتلتقي بهذا الشخص. اللي بعده مكان الالتقاء، خلنا نشوف هنا وين المكان راح يكون. هذا المكان فيه الكثير من الغرف او الكباين او الصفوف، يعني مكان جدا كبير ومقسم. ممكن يكون مطار، ترى المطار ينطبق عليه هذا الشيء، انه في وايد بوابات، مكان فيه كذا، المكان متفرع. اوكي، ممكن يكون المطار، ممكن يكون مكان دراسي، لا تنسى في تفرع كثير في الصفوف. ممكن يكون حتى قاعد اشوف هنا طاقة مكان فيه اشياء جمالية، فممكن يكون متحف. اوكي، امام نافورة، عندنا طاقة الماي، امام نافورة في متحف وانت قاعد تنظر الى اشياء اثرية او اشياء فنية، اشياء ذات قيمة. هذه كلها اماكن اشوف انه راح يكون فيها الالتقاء. تعرفون ان سيناريو الالتقاء بالعادة ما راح يكون نفسه بالضبط للجميع، لكل شخص راح يختلف، وانا احاول استقطب كل الاحتمالات اللي راح تأتي في طريقكم. ولكن مكان فيه العديد من اما التفرعات او الاشياء الجمالية اللي تخص الفن، الآثار، المجوهرات، هذا مكان الالتقاء. أوكي، يمكن هو يعمل في هذاك المكان، أو يمكن هو عابر مثلك. اللي بعد برج الدلو، خلنا نشوف مواصفات شكله. هذا شخص يميل إلى أن يكون طويل على الأغلب. أوكي، ليس عريض كثيرا، يعني جسمه يميل انه يكون احنا نقول فت او متناسق او رياضي. شفت مثلا جسم لاعب الكورة ما يكون كبير بهاي الطريقة، جسم لاعب او الشخص اللي يرفع اثقال يكون عريض. هذا الشخص ليس عريض اوكي كثيرا او بشكل مبالغ فيه، ولكن يأخذ على الطول، يأخذ على القوام الممشوق. وعنده بعد ميزة، ميزته في شكله ان برج الدلو احس انه هو راح يكون اكبر منكم على الاقل، نرجع للسبعة، بسبع سنوات. شوف حتى الارقام اللي تأتي في بالي اثناء القراءة يخصها في رقم 7. انزين، وهالفترة وايد احداث قاعدة تصير في العالم، قاعدة ايضا نشوف فيها رقم 7. متى يكتشفون هذا الشيء ومتى وصل خبر هذا الشيء، وايد ايضا فيها ارقام 7. انزين، خلنا نشوف الحين، هذا في هذا الشخص فرق سن بينك وبينه، ولكن احس ان مظهره لا يوحي بهذا الشيء. جسمه على الاقل جسمه جدا رياضي ومعتني في اكله وفي جسمه، فما يبين انه في فرق. اوكي، هذا شخص ما عنده كرشه، تاكد من هذا الشيء. شلون تعرف من تشوف عنده كرشه تاكد انه مو هذا الشخص اللي شفناه في القراءه، مو معناته ترفضه إذا كان جيد يحتوي على المواصفات اللي تتمناها، ولكن ما بتكون طاقة هذا الشخص بالذات. أوكي، إنزين، عنده شيء يخص العظام بارزة، الشيء أيضا اللي يتعلق بالأشخاص الرشيقين أو الأشخاص اللي مظهرهم شوي ذكوري، عندهم مثلا عظمة الفك بارزة. أوكي، عندهم العروق، عروق اليد بارزة، العظم اللي هني مثلا يكون بارز، في شيء في عظامهم بارز لان جسمهم محدد. هو ليس نحيف، ولكن شيء يخص ملامحه الذكوريه مثل عظمه الفكين، الوجنتين فيها بروز. اوكي،
هذا الشخص ما يحب ان شعره يكون طويل، يحب ان قصة شعره تكون دائما خفيفة وعملية عشان ما يعتني فيها كثيرا، فهو دائما يحرص انه يخفف شعره قدر الامكان بحيث انه حتى ما يحتاج انه يسرحه. ممكن يكون انه يختار ان يكون خفيف الشعر او اصلع باختياره، وهذا الموضوع موضوع اختياره الشخصي من سنوات. اوكي، بعض الاشخاص يسوون هذا الشيء عشان يخفون الصلع، بس احس هذا الشخص يختاره كذوق شخصي. انزين، طبيعة ملابسه، احسه هذا قاعد اشوفه قاعد يلبس الملابس الرسمية، بدلة كاملة، ويميل إلى الألوان المحايدة، الألوان الغامقة، أسود مع أبيض، أسود مع كحلي، ألوان ما فيها الكثير من المغامرة. أوكي، خلنا نشوف. أحس إن في علامة نمش. أوكي، ليس ما قلت لكم شامة، في برج قبلكم كان في شامة، هني هذه الطاقة طاقة نمش، وتكون قريبة من الأنف. تعرفون هذين بعض الأشخاص لما يتعرضون إلى الشمس تكون أصلا بشرتهم فاتحة، يصير عندهم النمش، فهو عنده علامة هني جنب أنفه. أنا قاعدة أتوقعها نمش، بس ممكن تكون علامة شامة، ما أدري. إنزين، هذه مواصفاته. عنده هوايات رياضية، مو هو ليس لاعب، ولكن عنده هوايات رياضية، منها ركوب الخيل، ركوب الدراجة الهوائية، هذه الرياضات. زين، خلينا نشوف أطباعه. أطباعه مثل أطباعك، إنسان يعرف الكثير ولكن لا يتقرب من الكثيرين. يعرفون أشخاص كثيرين صح، ولكن فقط يسمح لأشخاص معينين أن يكونوا قريبين من حياته، أن يعرفون عن أموره الشخصية. لا يخلط بين مثلا أصدقاء العمل وأصدقائه في الحياة، لا يخلط بين الصداقة والعمل. نوعا ما شوي جاد، نوعا ما رسمي. لا، ما أتمنى لكم شخص من برج الجدي، لأن الطاقة بالعادة طاقة برج الجدي ما تمشي مع برج الدلو، إلا إذا كان برج الدلو عنده شيء مهيمن في قمره، في 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 الزحل، في الطالع، يمشي مع طبيعة برج الجدي. إذا في شيء في الخريطة الفلكية بشكل عام، بس أتكلم فقط عن البرج الأساسي. هذين البرجين يعانون من صعوبات للارتباط، فلما أشوف هذه طاقته، وهذا أيضا كرت من كروتك برج الدلو، فمعنات أطباعه إنه راح يكون يحب الهدوء. إنزين، يحب الهدوء، هادئ، قليل الكلام، مو كثير الكلام. إنزين، ذكي جدا، يختار وقته. أحس إنه يختار وقته عشان يتقرب منك بخطوات حذرة، فمو متسرع ومو مستعجل، ولكن أيضا معاك أنت، حتى تقربه منك بالنسبة له هو، بالنسبة لأطباعه، راح يعتبر مجازفة. إنزين، هذا الشخص شلون تعرف علاماته من بداية علاماته معاك؟ شفت برج الدلو، احس انتو عندكم كارما خاصة فيكم. الكثير من الاشخاص في اشياء فيكم، في اطباعكم، في شخصيتكم لا يحبونها، ودائما تتعرضون للانتقاد بسبب اشياء او اطباع او تصرفات الاخرين لا يحبونها فيكم. هذا الشخص عكسكم، عكسهم، عكس هذين الاشخاص. بالعكس، يحب حتى الاشياء الاخرين يعتبرونها غريبة فيك، يعتبرونها غامضة فيك، يعتبرونها غير مستقرة فيك، متناقضة فيك حتى. هذا شخص ما عنده مانع انه يستطيع ان يرقص على كل نغمة، مثلك، طبيعته جدا قريبة من طبيعتك. اوكي، اطباعه ايضا جدا ديمقراطي، لا يفرض رأيه، عشان كذي اقول لك راح تمشي طاقتك معه. لا يفرض رأيه، لا يحب التحكم، ما عنده مشكلة متعلقة بالأنا ولا بالكبرياء، بالعكس متواضع، يحب أن يأخذ ويعطي مع الناس. بس قلت لك مثلك، يأخذ ويعطي مع الناس مو معناته أنه راح يفتح مجال للجميع عشان يدخلون حياته، لا، في اختلاف عنده، في فرق. انزين،
وبداية انجذابه لك راح تكون عن طريق انه راح يلاحظك وينشعر ويشعر بفضول تجاهك، لانه يمكن انت برج الدلو تكون شكلك مختلف، لبسك مختلف، تصرفاتك مختلفة لأي سبب من الأسباب، في شيء فيك شيء مختلف راح يجذب هذا الشخص لك. زين، خلنا نشوف الحين ماذا سيقدم لك هذا الشخص قبل الزواج، كيف راح تكون علاقتكم قبل الزواج. شوف، هذا شخص راح يكون وايد ضروري بالنسبة له، أهم شيء بالنسبة له في قبل الزواج إنه يتعرف عليك وعلى طبيعتك، على حقيقتك. إنزين، يمكن هذا الشيء يزعجك، يمكن هذا الشيء تحبه، ولكن يتقرب منك تدريجيا، ولكن في نفس الوقت يريد أن يعرف حقيقة الأمور. يمكن في أمور أنت تحب تحتفظ فيها لنفسك، لا، يريد أن يعرف. إنزين، هذا الشخص أيضا راح من امتيازات وجوده معك راح يعطيك أولوية قبل الكل، راح يشجعك على أن تضع نفسك أولا، ما راح يقولك مثلا ظل معاي في هذه المدينة ولا تذهب لتحقيق أحلامك بالعمل في مدينة أخرى، أبدا أبدا، عكس هذه اللغة، عكس هذا الطلب. دائما راح يشجعك أن أنت تكون مستقل، لأن هذا الكرت، هذا كرتك برج الدلو، تكون مستقل، الأنا مالتك، شخصيتك ما تختفي في العلاقة. أوكي، يشجعك على أن حتى تقضي وقت بروحك بعيد عنه. إنزين، وهذا شخص أيضا لا يستعجل بالارتباط، خصوصا إذا أنت لا ترغب بالاستعجال. هذا شخص راح يشجعك أن تحقق أمنياتك، هذا كرت تحقيق الأمنيات، حقق أحلامك قبل الارتباط، ودائما راح يسألك ويحب يتأكد هل أنت مستعد برج الدلو، هل أنت فعلا مو بس مستعد، هل عندك رغبة. في البداية قبل الزواج دائما راح يكون أنت الأولوية في العلاقة عند هذا الشخص برج الدلو، هذا اللي راح يقدمه، لأنه هو كريم في وقته، كريم في عطائه. في أشخاص كريمين فقط ماديا وبخيلين بأخلاقهم أو بوجودهم، هذا لا، هذا شخص كريم بوجوده. خلنا نشوف بعدين الأسرة اللي يأتي منها، يأتون ممكن يكونون يعني أسرة ليست كبيرة. إنزين، أربعة إخوان، هو رقم أربعة، عندهم ثلاثة، هو رقم أربعة على الأغلب، أو يكونون كلهم على بعضهم مع الأم أو الأب أربعة، هذا أيضا احتمال وارد. كأن عندهم توأم داخل العائلة. إنزين، عند أخوان أكبر منا، أخوان متزوجين وبعيدين عن الأسرة. أوكي، أسرة معتدلة، ما في شيء مميز فيها عشان أقول لك. يأتي من أسرة جدا عادية، جدا معتدلة، ولكن أحس أن أحد الوالدين عنده متوفي، وصار لفترة متوفي، على الأغلب الوالد أبوه متوفي وصار له من زمان متوفي. أوكي، فهو بنى نفسه بنفسه. هذا الشخص ترى طبيعة عمله تغلب عليه الطاقة أنه هو معلم أو مدرس أو بروفيسور أو شخص ينسق، يعني يعطي الناس إرشادات، اذهبوا إلى هذا المكان أو توجهوا إلى هذا المكان، ينسق، يدير شيء أو يعلم شيء. طاقة البروفيسور، المحاضر، المدرس موجودة عنده وبقوة. خلنا نشوف باكر وين راح تسكنون برج الدلو، كيف راح تكون حياتكم. هذا الكارت يقول لي بداية ارتباطكم مع بعض راح يكون في انتقال كثير في المسكن، وأغلب انتقالاتكم راح تكون من أماكن صغيرة، يعني بداية سكنكم راح تسكنون في شقة راح تكون إيجار. ليش؟ لأن قلت لك برج الدلو واحد منكم أو على الأغلب أنت وضعك مؤقت، يعني أنت قاعد تمر بفترة يمكن قاعد تنتقل فيها من دولة إلى دولة، من مدينة إلى مدينة، فحتى بداية زواجكم هو لن يجبرك على أن تنتقل معاه،
أو على طول تستسلم وعلى طول ترتبط 100%، عرفت؟ ففي البداية هنا في الكثير من الانتقال ما بين مساكن مؤقتة جيدة ولكن جميعها مؤقتة، لحد ان انت ما عاد توصلون الى مرحلة يمكن ما تركزون كثيرا على السكن، لانه صار كأنما كثير من السفر عندكم بداية في حياتكم، بداية حياتكم فيها الكثير من السفر الكثير من الانتقال، وهذا شيء جيد. في اشخاص ياخذون سنوات عشان ينتقلون من بيت الى ثاني لحد يوصلون بيت الاحلام، انت لا، الانتقال عندكم في المسكن راح يكون سريع. اوكي، وبعد كم سنة من الزواج راح تشوف هنا راح يكون في تخطيط وبناء ورسم لخطة واضحة ان انتوا وين راح تستقرون. في هني شيء يخص وين راح نعيش، اي دولة راح نختار، اي منطقة راح نختار نستقر فيها، وين مفيد لنا، يفكر هذا الشخص وين مفيد لنا نبني مكان او نستقر في مكان ينفع حق برج الدلو وينفع حقي، لان كأنما هو يأتي من بيئة ثانية، يريد مثلا ان يكون قريب من عمله، وان تريد ان مثلا تكون قريب من عملك ايضا او من اهلك، مجرد مثال. فهني كأنما في حل وسط بعد فترة. خلنا نشوف ماذا سيجد فيك، ماذا سيحب فيك. زين، غموضك واستقلالك، يحب هذا الشيء. هذا شخص لا يريد أن يعرف جميع أسرارك ومفاتيحك وأن تعطيه كل شيء من أول أسبوع، لا لا لا، جدا صبور ويحب أن يتدرج معك. إنزين، يحب فيك حبك للحرية برج الدلو، يحب فيك أن أنت عندك أماني غير تقليدية، غير غريبة شوي ولكن هذا ما تتميز فيه. اوكي، يحب انك طموح، ويحب هني في هذا الكرت ان انت قاعد تسعى وراء طموحك. زين، حتى لو وقتها وقت التقائكم لحد الان انت لم تحقق كامل طموحك، شوف هذا الشخص مستعد انه ينتظر او يصبر او يرتبط فيك ويشجعك على ان تتواصل تحقق طموحك، لان احس وقت التقائكم انت في مرحلة شوف شايل اغراضك لحد الآن ما وصلت برج الدلو إلى المكان اللي ترغب فيه، لحد الآن مثلا ما تخرجت من الجامعة، لحد الآن ما وصلت إلى الدولة اللي تتمناها، إلى العمل اللي تتمناه، لحد الآن ما وصلت إلى شيء معين في بالك. فهذا عنده حب لمجرد أن أنت تملك رغبة أن تذهب إلى مكان آخر، أن عندك هدف. أوكي، فهذا من الأمور. ويحب ان انت في نفس الوقت لما تتحمس، لما فعلا تكون صادق في رغبتك في شيء برج الدلو انه فعلا تحققه، عندك هاي الميزة. خلنا نشوف المنطقة اللي يأتي منها هذا الشخص. لا تنسوا بداية القراءة قلت لكم احرفه كانت تأتيني بالانجليزي، فخلنا نشوف هل يأتي من منطقتك، دولتك، ولا مكان ثاني. برج الدلو، حس هذا الشخص لا يأتي من منطقتك، يأتي من منطقة بعيدة عنك حتى لو من نفس الدولة. في هني أحس ببعد، أوكي، في بعد بينك وبينه، بعد ثقافي، بعد ديني، بعد عرقي، هو من عرق أنت من عرق، هو من دولة أنت من دولة، هو من منطقة أنت من منطقة، لأن حتى كأنما هني في اختلاف في اللهجات، حاجز اللغة، إن في البداية في صعوبة تفهمون على كلام بعض. هذا خبر جيد. أنا من الأشخاص اللي أشجع إن الشريك يكون إن الناس حتى تتزاوج من أعراق مختلفة أو من مناطق مختلفة. التنويع جيد ترى. أوكي عزيزي برج الدلو، هذه كانت قراءتكم لمواصفات الشخص
القادم في طريقكم. مختصر هذه القراءة أن الشخص بإذن الله كما تتمنونه كما تستحقونه في الوقت الصحيح راح يدخل حياتكم. وظلوا ركزوا على الأرقام اللي فيها 7. هذه كانت قراءتكم لمواصفات الشخص. أتمنى لكم كل التوفيق.